أعزائي، وحشتوني، عاملين إيه ميدلتون؟ النهاردة هنأخذ درس الدولة الأيوبية ونعرف يا ترى مين مؤسسها ومين منشأها. هو صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب، هو كردي الأصل، تعلم الفروسية وتعلم القرآن ودرس الفقه. في مرحلة شبابه انضم إلى جيش نور الدين محمود اللي كان بيتقرب من صلاح الدين جدا وكان بيحبه جدا، واستطاع إنهاء الخلافة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية. بعد ذلك مين اللي هيقيمها؟ صلاح الدين الأيوبي. كان في بعض الفترات من ضعف الحكم الإسلامي أو ضعف الدولة الإسلامية هيجي خطر الصليبيين. استغلت الحملات الصليبية حالة الضعف في الدولة الإسلامية واتجهت بقوة شنت هجماتها على شكل موجات متتالية لأخذ أجزاء من الشرق وأخذ أجزاء هامة منه. وسميت ليه بالخطر الصليبي أو ليه سميها بالصليبيين؟ لأن الجنود اتخذوا الصليب شعارا لهم، اتخذوا من الصليب شعارا لهم، بيجي بما تفسر خلي بالك. طب الحملة الصليبية الأولى عملت إيه؟ نجحت في تكوين إمارات، أهمهم إمارة الروها في شمال العراق، إمارة أنطاكيا وبيت المقدس وإمارة طرابلس. بس في نقطة، بيت المقدس لأهميتها دينية بعد ما كانت إمارة حولوها إلى مملكة، يجي في بما تفسر. طب يا ترى الجهاد الإسلامي ما بدأش غير في علاية صلاح الدين؟ لا، ده بدأ من قبله في عهد عماد الدين زنكي، استرد واستطاع استرداد إمارة روها. بعد ما مقتله هيجي من بعده ابن نور الدين محمود اللي هيتصدى للحملة الصليبية الثانية، وكان بيتمنى تحرير بيت المقدس ولكنه هيتوفى ويتولى من بعده صلاح الدين راية الجهاد. وفي عهد صلاح الدين بقى هيبقى فيه جهاد شديد ضد الصليبيين. صلاح الدين هيعمل ايه؟ هيوحد البلاد الإسلامية، مصر والشام والعراق، هينشئ المساجد لنشر تعليم الإسلام، هيقيم إحياء المذهب السني اللي كان راح أيام الدولة الفاطمية، هيهتم بالعلم والعلماء وينشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجاورة. ما ننساش النقاط الهامة دي. طب يا ترى الجهاد ده هيستمر أيضا؟ نعم، ففي هيحدث حاجة اسمها معركة حطين، كان سببها إن بيت المقدس في أيدي الصليبيين لازم يتحرر. الاعتداءات المتكررة من الصليبيين خاصة إرناط اللي اعتدى على القافلة اللي رايحة تحج، وكانت النتائج هامة حيث انتصر مسلمين على الصليبيين. هيتم أسر إرناط وملك بيت المقدس، هيعفو صلاح الدين عن ملك بيت المقدس ويقتل إرناط بيده، وبكده يدخل صلاح الدين بيت المقدس بعد 90 عاما من الاحتلال ويعفو عن المسيحيين والصليبيين اللي داخل بيت المقدس. الحملة الجديدة اللي بعد كده هتيجي وكان فيها مجموعة قادة أهمهم ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد ليستردوا بيت المقدس من صلاح الدين، ولكن هتفشل هذه الحملة ويقوم ريتشارد بعقد صلح الرملة مع صلاح الدين اسمه صلح الرملة، وينص هذا الصلح، وما ننساش اسمه صلح الرملة وليس الرملة. إيه ترى أهم بنود هذا الصلح؟ بقاء بيت المقدس في يد المسلمين، بقاء بعض المدن الساحلية في أيدي الصليبيين، والسماح للمسيحيين بالحج لبيت المقدس. وبعد عودة ملك إنجلترا لبلاده هيمرض صلاح الدين ويتوفى وتقسم الدولة بين إخواته. ومين بقى يا ترى الخلفاء؟ خلفاء صلاح الدين كانوا ثلاثة، ملك العادل وده أخو صلاح الدين هيحافظ على البلاد وتصدى للصليبيين، من بعده الملك الكامل ابن العادل ويطرد الصليبيين من دمياط، وأخيرا صالح نجم الدين أيوب وده هيموت أثناء الحروب الصليبية وتكمل من بعده شجرة الدر وابنه توران شاه الكفاح. نهاية الدولة الأيوبية بعد انتصار والانتصار المبهر للمسلمين على الصليبين، هيدبر أمراء المماليك مؤامرة ويتخلصوا من توران شاه، وبكده ينتهي هذا العصر. علينا هومورك في صفحة 31 و 32 من كتاب المدرسة، وأتمنى تكونوا وصلت لكم المعلومة.